ولد شاب اتولد وكبر وتربى في دار من دور الرعاية بس كده؟ لا، ده تفوق، خلص مدرسته وخلص كليته وبقى حاجة تفرح. أو والله حاجة تفرح. الولد يبدأ يصطدم ببيروقراطية كده شوية جافة حبتين. ليه؟ لأنه الولد كبر جوه دار الرعاية، فهنا مفيش بقى يبقى بابا اسم كبير وماما اسم كبير يساعدونه يلتحق بالوظيفة. يبدأ هذا الشاب الرائع يشتكي ويسعى. خد بالك هو خريج هندسة ميكانيكا، ده شطور قوي الباشمهندس يوسف ده، وانا مش متحيز له عشان اسمه يوسف، وان كنت انا بتحيز لاسمهم يوسف دايما، بس انا بقى مش بتحيز ولكن بموضوعية كاملة. المجتهد ياخد حقه، اللي ليه حق في وظيفة ياخدها، في حاجة اسمها حقوق المواطنة الكاملة، وده جزء من المفاهيم بتاعة الجمهورية الجديدة. عشان كده لما بنيجي نقول لكم الجمهورية الجديدة، لما تلاقي هاشتاج موجود كده وعنوان على الشاشات، لما تلاقيه موجود في الصحف، لما تلاقيه موجود على السوشيال ميديا، ده مش معمول عشان خاطر بنقول في عندنا سلوجن اسمه الجمهورية الجديدة إطلاقا. المسألة موجودة علشان يبقى راسخ في ذهنك إنه في كل حاجة جديدة بتتعمل جوه بلدنا بمفاهيم جديدة، مش لبس العيد، لا، الأصل في الموضوع المضامين، الثقافة العامة بتاعت المجتمع. معايا على التليفون الباش مهندس يوسف علي. ازيك يا يوسف؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بص يا يوسف، هو أنت قد ولادي؟ آه، بس أنا من الناس اللي ما بتحبش أي لقب في الوجود، يعني أنا اسمي يوسف مباشرة كده. يوسف يحدث يوسف، ماشي الكلام؟ شكرا جدا. قول لي بقى يا يوسف ايه اللي حصل؟ انا اسمي يوسف، انا 21 سنه، حلو، طالب في كليه هندسه ميكانيكا في الجامعه الامريكيه. حلو. كنت رايح مقدم مع زمايلي على تدريب في مصر للطيران، فهو لازم نعمل الورقه بتاعت الموافقه الامنيه دي. كويس. ببص على الورقه لقيت ان هو مطلوب بيانات الاب والام، الرقم القومي والوظيفه وكده. ايوه. طب ده مش موجود عندي، طب انا المفروض اعمل ايه؟ فاصبح الفكر ده اللي هو الورق مش كامل، فمش هينفع يروح، فمش هينفع نقبلك. طب انا ايه ذنبي انه البيانات دي مش عندي، مش موجوده؟ فكان دي المشكله يعني. فبصراحه روحت، انا كنت مستاء جدا يعني، وكنت بكتب البوست اللي نزل ده من باب الفضفضه يعني. انا اصلا بوست طويل، وانا يعني ما عنديش ريتش اصلا في البيج بتاعتي، فقلت لو يعني اخرج اللي عندي وخلاص يعني. فاتفاجئت فعلا برد فعل الناس، انه يعني حتى انا ما قلتش لحد انا عايز حقي، شوفوا لي حد مسؤول مش عارف ايه، انا كنت بفضفض. بتفضفض، بتطلع الشحنه اللي جواك يعني. بالظبط. بس انا عايز افهم نقطه صغيره قبل ما تكمل يا يوسف، معلش انا اسف على المقاطعه. انت حتى مش عارف تقدم الورق، مش عارف تقدم. بالظبط. يعني لان انا اصلا عارف كويس جدا انه الموافقه الامنيه باذن الله هتاخدها تالت ومتلت. القصه انه انت مش عارف تقدم الورق لانه لازم يكون في الرقم القومي بتاع الوالدين. بالظبط. طيب هو ما كانش ينفع انه انت بتقدم الورق فبتقدم ورقه تفيد بانك انت نشات في دار الرعايه؟ ما ده بالظبط، هي الآلية دي بقى ما كانتش يعني مش باينة. معلش بعتذر حركة على الضغط اللي جنبي. لا ولا يهمك ولا يهمك. الآلية بتاعت دي بقى، اللي انا ممكن اجيب جواب، او اللي احنا مثلا جواب ومعايا حد مثلا، لو انا اقل من 21 فيبقى البيت عندي مثلا موكل الشخص ده. فاحنا مثلا كنا بنعمل الكلام ده مثلا، احنا بنيجي نقدم على المدارس مثلا واحنا صغيرين كده. فللاسف يعني الاليه دي بحسها ان هي مش باينه في اماكن كتير جدا. ايوه. وبالنسبه هناك، هم بالنسبه لهم موظف، الورق مش كامل خلاص مش هينفع اقبله، الورق لو كامل خلاص هقبله. فدي ما كانتش واضحه قوي، فبسبب عدم وضوح ده فعلا ادى لمشكله زي كده يعني. كويس. فضفضت وقلت اللي عندك، وبعدين ايه اللي جرى بقى؟ اتفاجئت بقى بردود الافعال، ان الناس كتير اتعاطفت مع القصه، وانه لا، انت من حقك ان انت تروح التدريب زيك زي اي حد، وبداوا يعملوا شير، وحق جو، عشان انا الاكونت بتاعي باسم جو، حق جو لازم يرجع، ومش عارف ايه وحاجات. أيوة. غريبه.
شفت انا الاكونت بتاعك جو علي. بالظبط. فالناس بدات تطالب بقى وشير في كل حته، ومره واحده لقيت البوست بدا بقى داخل في ال 700 وال 1000، ومره واحده 5K و 7K وارقام غريبه كده. الله الله الله، الموضوع كبر. يعني وبعدين بس بصراحه الموضوع ما كملش وقت كتير جدا، لقيت فيه اهتمام كبير جدا، لقيت في ناس من يعني نايب من مجلس الشيوخ كان بيكلمني. كويس. انا بقى عايز اعرف حاجه بقى مهمه جدا، انا عايز اعرف حاجه مهمه جدا دلوقتي. خلاص الموضوع انتشر والناس كلها عرفت، الموضوع بقى وصل لمصر الطيران؟ وصل لمصر الطيران. احنا انا عارف انه زمايلي كلموك يعني لما البوست بدا ينتشر، فبطبيعه الحال ده جزء من شغلنا لازم نتابع كل حاجه بتجرى، فزمايلي راحوا مكلمينك صح؟ بالظبط. لما كلموك بقى انت قلت لهم ايه وايه اللي حصل بعدها؟ كانت استاذه آية نجمه كلمتني وقالت لي، هي كانت بتحاول توصل لي كتير، بس هي بجد انا اصلا الموضوع كان كذا حد بيتصل بيا وكذا حد بيبعت لي، وانا اصلا يعني قاعد متوتر، ايه يا جماعه اللي حصل ده؟ كنتش لا، وايه اصلها زنانه انا عارف. لا زنانه دي عاملاني هوسه في دماغي. بصراحه قالت لي يعني كلمتها تقريبا كانت هي وصلت بقى لحد وكده، فقالت لي انه انت عندك ميعاد بكره مع الكابتن عمرو ابو العينين رئيس الشركه القابضه لمصر للطيران. ايه قرت البوست وبدات تكلمك، وهي في نفس الوقت بالتوازي كلمت عمرو بيه ابو العينين. علشان تقول له على المشكله بتاع جو علي. بالظبط. فيقول لها طب احنا هنقابله. بالظبط. هي كانت بصراحه وهي بتكلمني قعدت تاكد لي ان هو الكابتن عمرو ابو العينين مهتم جدا بالموضوع، وان هو شايف ان انت من حقك ان انت تاخد التدريب، وان مش من اي حد مش من حق اي حد يعني ان هو يرجعك من التدريب. على راجل محترم و10 على 10. خدت بعضك ورحت قابلت كابتن عمرو. بس قبل كابتن عمرو لقيت بقى يعني مساعد وزير الطيران بيكلمني. الله 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 الله. وبعدين بيقول لي ان سياده الوزير شخصيا مهتم بالموضوع ومهتم جدا ان الموضوع يتحل، وان انت تنزل تدريبك من بكره يعني، فانا هنتظرك بكره الساعه 10 برضه. فقلت له انا عندي ميعاد مع الكابتن عمرو ابو العينين الساعه 10، فقال لي خلاص انت تجي لي 9 وبعدين نطلع عند كابتن عمرو ابو العينين. جميل. رحت 9 على الوزاره. بالظبط. وبعدين نزلت ورحت على كابتن عمرو ابو العينين. كابتن عمرو ابو العينين في الشركه في مصر الطيران. حصل ايه بقى هناك؟ الراجل كان يعني متفهم جدا الموضوع، وقعد ياكد لي على فكره ان هو يعني احنا بنعتذر لك عن اللي حصل ده، وان انت من حقك تنزل التدريب، واحنا كدورنا في مكاننا هنا في كراسينا اللي احنا نساعد الشباب اللي زيك ان هم الشباب، وقالها كده البروميسنج او الواعدين يعني ان هم يكملوا يحققوا يعني اللي هم عايزينه ونسهل لهم الطريق. وكده انت خلاص هتبدا التدريب بتاعك بقى. انا اوريدي بدات النهارده، كان يعني كان تكنيكلي اول يوم النهارده، رحت امبارح كده كانت زي اورينتيشن كده بتعرف على المكان هناك وكده، ويعني ونزلت النهارده الهانجر يعني اول يوم. الله الله الله، يا بختك يا عم يوسف. طب ده كده برنامج التاسعه ليه تاثير بقى. اكيد. طب ده احنا كده لينا عندك عزومه غدا، بس مش دلوقتي، من اول مرتب لما هتتعين بقى باذن الله. ان شاء الله. اللي انا عايزه منك الجد بقى، سيبك بقى بلا غدا بلا عشاء، ده انا اللي هعزمك على الغدا والعشاء مش دي القصه. اللي انا عايزه التدريب بتاعك يتم بمنتهى الكفاءه يا يوسف، بس انا باين في صوتك ان انت راجل يعني ايه، ما عندكش هزار في الشغل وفي الدراسه وفي التدريب، وبتجري وراء احلامك. ربنا عشان في يوم من الايام باذن الله لما هتتعين في الشركه هنتعشى سوا. ان شاء الله. من المرتب بتاعك. ان شاء الله. من المرتب بتاعي أكيد. لو ليا عمر يبقى هيبقى من المرتب بتاع عم يوسف اول عشاء لينا سوا. ده شرف ليا اكيد. لا ده احنا اللي نتشرف بيك يا يوسف، انت حاجه تفرح. ربنا يبارك لك. شكرا يا باشمهندس يوسف، مهندسنا المستقبلي باذن الله في يوم من الايام في مصر الطيران يوسف علي. هنا لازم تبقى فاهم اللي احنا بنتكلم فيه ايه هو. لا مش الباور ولا القوه بتاعت الميديا او الاعلام، مساله اهم من ده. مساله استعراض الاعلام القوي والاعلام اللي ده سيبك منه. الاهم هو انه الاعلام الصحافه تبقى مهتمه بالناس،
تركز مع الناس، تاخد بالها من الناس. فأنا تحول إلى خادم للشعب، وده شرف. نبقى همزة وصل ما بين الناس وبعضها، ممكن يبقى بين المواطن والشركات والمؤسسات إلى آخره، ولنا الشرف. برنامج التاسعة يتشرف دايما إنه خادم الشعب.